أهلا بكم إلى جولة جديدة في السودان هذا المساء، أبدأها بالعناوين. لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال تصدر عددا من القرارات. الخارجية الأمريكية تعلن عن زيارة بومبيو للخرطوم هذا الأسبوع لدعم الفترة الانتقالية. الحكومة والجبهة الثورية يفرغان من تنقيح أوراق القضايا السياسية في مسار دارفور. أهلا بكم. أصدرت لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال قرارات اليوم باسترداد صرافات تحاويل مالية، كما أصدرت اللجنة قرارا بحل مجالس إدارات بنوك وإعفاء موظفين من الإدارة التنفيذية لبنك الأسرة وإنهاء خدمة عاملين بالخطوط الجوية السودانية، كما أعفت اللجنة وأنهت عقد عاملين بجامعة أفريقيا، وأعفت مجلس الأمناء السودانيين بجامعة أفريقيا العالمية. وقامت اللجنة بإعفاء وإنهاء خدمة عاملين بوزارة الطاقة والتعدين وإنهاء خدمة عاملين بسلطة الطيران المدني وإعفاء رئيس وأعضاء المفوضية القومية لحقوق الإنسان، كما قامت اللجنة باسترداد أسهم واسترداد عقارات وإعفاء موظفين من الخدمة وإلغاء تسجيل وحجز أصول وممتلكات منظمات وإلغاء ترقيات استثنائية بعدد من الولايات، وتم إعفاء قضاة وإنهاء تعاقدات قضاة آخرين بالسلطة القضائية. أكدت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأحد أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيزور السودان هذا الأسبوع ضمن زيارة تشمل إسرائيل والبحرين والإمارات العربية المتحدة في الفترة من 23 وحتى 28 من أغسطس الحالي. وقالت الوزارة على موقعها الرسمي اليوم إن بومبيو سيلتقي في السودان برئيس الوزراء عبد الله حمدوك ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان لمناقشة استمرار دعم الولايات المتحدة للحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون. التقى رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك بمكتبه بمجلس الوزراء مبعوث دولة قطر لمباحثات السلام بجوبا السيد مطلق بن ماجد القحطاني. ونقل مبعوث دولة قطر لرئيس الوزراء تحايا القيادة القطرية وأطلعه على سير المباحثات التي تستضيفها جوبا عاصمة دولة جنوب السودان. وعرب المبعوث القطري عن ارتياحه لسير المفاوضات والتي بحسب قوله ستؤدي إلى اتفاق سلام في القريب العاجل. من جانبه أعرب رئيس الوزراء عن شكره وتحاياه لدولة قطر الشقيقة، وشكر المبعوث القطري على الزيارة التي من شأنها تعزيز أواصر الصداقة والإخاء بين البلدين الشقيقين. فرغ وفد الحكومة لمفاوضات السلام برئاسة محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة الانتقالي والناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي، ووفد قيادات الجبهة الثورية برئاسة جبريل إبراهيم خلال جلسة المباحثات التي عقدها صباح اليوم بمقر المفاوضات بجوبا. فرغ من مراجعة وتنقيح أوراق القضايا السياسية في مسار دارفور والتي سبق أن تم الاتفاق حولها خلال الفترة الماضية. وأوضح عضو فريق الوساطة الجنوبية ديو مطوك في تصريح صحفي عقب الجلسة أن الأوراق التي تمت مراجعتها تتضمن قضايا العدالة الانتقالية والأرض والحواكير وقضايا النازحين واللاجئين والمزارعين والرعاة. وأشار إلى أنه تم الاتفاق خلال الجلسة على تشكيل لجنة مصغرة مشتركة لصياغة هذه الأوراق في شكلها النهائي ليتم التوقيع عليها بالأحرف الأولى، والذي سيحدد موعده في جلسة ستعقد صباح الغد. وفيما يتعلق بسير عملية التفاوض حول ملف الترتيبات الأمنية في مسار دارفور، أوضح مطوك أن التفاوض قد اكتمل حول معظم القضايا ما عدا قضية دمج القوات، حيث يرى وفد الحكومة المفاوض أن يتم الدمج في مدى زمني أقصاه 39 شهرا. واقترح وفد حركات الكفاح المسلح أن يتم الدمج على مدى 7 سنوات. خلصنا إكمامة مسار دارفور للقضايا السياسية، هي كان عبارة عن مراجعة الأوراق السياسية التي نوقشت وتم اتفاق عليها في الفترات الماضية، تقريبا 7 أوراق في قضايا مختلفة، فيها قضايا العدالة الانتقالية، فيها قضايا الأرض والأواكير،
فيها قضايا بتاع النازحين واللاجئين، فيها قضايا بتاع الزراعه والرواه، 8 أو 7 اوراق. نحن قررنا انه نشكل لجنه مسكر، اللجنه ده مشترك تراجع اوراق كلها، هي التفاوض انتهى فيها، لكن نحن عايزين نكتبها في شكل نهائي بحيث انه يكون جاهزه لتوقيع الحرف الاولى. اطلع عضو مجلس سيادة الانتقالي صديق تاور على الأوضاع في منطقة أبيي والمشاكل التي تواجه المواطنين. جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم بالقصر الجمهوري بالسيد شول موين بول رئيس المجلس الأعلى لتنسيق شؤون الدين كأبيي بالسودان. وأوضح شول في تصريحات صحفية أن اللقاء تطرق إلى ضرورة حل القضايا التي تواجه المنطقة، وأشار إلى أن عضو مجلس السيادة تاور أكد اهتمامهم بالمنطقة ووضعها ضمن أولويات الحكومة الانتقالية، ودعا لأهمية تضافر الجهود لحل قضايا المنطقة، وقال إن قضية أبيي قضية قومية، وأشار إلى أنه سيتم عقد لقاء مع المفوضية القومية للسلام لبحث سبل تحقيق السلام حتى تنعم منطقة أبيي بالأمن والاستقرار، وأكد وقوف المجلس مع الحكومة الانتقالية لتحقيق مطالب ثورة ديسمبر المجيدة. لقد ناقشنا وقدمنا رؤية حول الأوضاع في منطقة أبيي وضرورة الوقوف على إشكاليات التي تواجه المواطنين منذ الفترة طويلة جدا. هذه الرؤية تشمل على التحديات التي تواجه وكذلك الأوضاع الإدارية والإصلاحات اللي يمكن التي تتبنى عليها. وقد وعدت السيد العضو أن يعمم هذه الرؤية لأعضاء المجلس السيادي حتى يكون طريق للوصول إلى استقرار في المنطقة، وكذلك أن تنعم المنطقة بالأمن والاستقرار. وقد وعد أنه المجلس السيادي الآن تعمل أن تضع أبيي من ضمن أولويات البرنامج الفترة الانتقالية. التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق والركن ياسر العطا بمكتبه اليوم بالقصر الجمهوري سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالخرطوم السفير حمد محمد الجنيبي. وقال السفير الجنيبي في تصريح صحفي أن اللقاء تطرق للعلاقات الثنائية التي وصفها بالمتميزة، وأكد أن العلاقة مع السودان ظلت راسخة ومتينة، وأضاف أن اللقاء تناول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأشار الجنيبي أن لقاءه مع العطا تناول مشاريع دولة الإمارات العربية المتحدة في السودان، وعبر عن تطلع بلاده لخلق المزيد من علاقات التعاون والشراكات في مجال الاستثمار المشترك. تطرقنا إلى العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ويمكن ما صار من حديث حول العلاقات تم التأكيد عليه بأن علاقات بلدينا علاقات راسخة وقوية ومتينة، وأيضا تحدثنا عن المشاريع الإماراتية التي تقدم في السودان، وأيضا استمعت من معالي عضو مجلس السيادة إلى رؤية الدولة السودانية وللعلاقات الإماراتية السودانية، وكذلك تطلع البلدين إلى المزيد من التعاون يمكن التعاون والشراكات في المجال الاستثماري. احتفلت حركة وجيش تحرير السودان قيادة مني أركم الناوي مكتب جوبا بالذكرى 19 لميلاد حركة التحرير تحت شعار موكب التحرير ماض نحو السلام، بمشاركة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو وعضو مجلس السيادة الانتقالي شمس الدين الكباشي والعديد من قيادات حركات الكفاح المسلح والقيادات السياسية بجوبة وعضوية حركة تحرير السودان. وقال محمد حمدان دقلو لدى مخاطبته الحضور بأن وفد الحكومة أتى لجوبة من أجل السلام وللبحث عن سودان به مساواة حقيقية بين كل أبناء شعبه، وأشار إلى أن السودان يحتاج لتنمية متوازنة في كل المناطق والأقاليم. وأكد دقلو عدم العودة للخلف، وأوضح بأن الكثير من المكاسب قد تحققت لصالح النيل الأزرق وجنوب كردفان والشمال والوسط، وأشار إلى أن خير السودان وفير ويحتاج فقط للعمل باستراتيجية وبروح واحدة. وتمنى دقلو الاحتفال مع حركة تحرير السودان في المرة القادمة بالفاشر أو نيالة أو الخرطوم.
من اجل معاناه لجميع الاخوان السياسيين في التوغل، انا طبعا من السياسه وبعرفوها يا دكتور مجد معاناه كثيره جدا، لكن انا لا اؤكد ان الفئه السودان كله ولفات بانجيلي بالوضع ما في دم مهمش اصلا دم مهمش ماله. احتفلت حركة جيش تحرير السودان بقيادة مني ولأول مرة بالفجر بعيدها 19، واستعرضت الحركة ما طرحته من رؤى بتحقيق الحرية والوحدة والسلام والديمقراطية، وأبانت أنها قدمت في سبيل ذلك أكثر من 7000 من خيرة أبنائها مهرا لما طرحته. وأكدت الحركة تمسكها بخيار السلام عبر منبر جوبا نزولا لرغبة كافة السودانيين، فيما امتدح أمين الحكومة الوالي بالإنابة طرح الحركة تجاه تحقيق السلام، وناشد الحركة أن تكون رسولا للسلام والتعايش السلمي. لأول مرة ومنذ تاريخ تأسيسها تحتفل حركة جيش تحرير السودان بقيادة مناوي بولاية شمال دارفور بعيدها 19، حضور ضاقت به سينما الفاشر، وصفت حكومة الولاية بأنه يمثل السلام الحقيقي على الأرض، وما يأتي من المنابر تأكيد لما تحقق حتى ينعم المواطن بالأمن والتنمية والخدمات. أنا الآن أن يرتاح هذا المواطن، أنا الآن أن يجد هذا المواطن عيشة سليمة كريمة، أنا الآن أن يشارك هذا المواطن في السلطة بكافة مستوياتها، أنا الآن لهذا المواطن أن يكون شريكا في اتخاذ القرار من القاعدة حتى القمة، ودي الحرية والعدالة التي ننشدها. تقول الحركة إن إرساء قواعد الحرية والديمقراطية والمساواة في الواجبات والحقوق هدف تسعى الحركة لتحقيقه، بالإضافة لاستدامة السلام وإرساء قيم المحبة والتسامح، مطالبة بإصلاح مؤسسات الدولة والخدمة المدنية والمؤسسات العسكرية والأمنية لتأكيد تلك القيم. لا بد أن نكون شركاء في هذا الوطن متساويين في الواجبات وفي الحقوق، ونرسي قواعد دولة العدالة والديمقراطية والحرية. إذا تحقق السلام ونحن نراها قريبا متفائلين جدا، إذا تحقق السلام لا بد أن نناشد كل شركائنا في هذا الوطن، في مكونات الحرية والتغيير، لجان المقاومة، القوات النظامية المختلفة، كلنا شركاء في هذا الوطن، يجب أن نعمل معا لتحقيق الأمن، لتحقيق الرخاء الاقتصادي، لتحقيق الاستقرار، لتحقيق التعايش السلمي. حركة جيش تحرير السودان تؤكد مضيها في عملية السلام وإنجاح منبر جوبا وفق ما طرحته من رؤى من هيكلة دولة والعدالة الانتقالية وحقوق النازحين واللاجئين والقطاعات الحية. أقدنا عزمي في مكاتب الخارجية أن نوقع اتفاقية بأي ثمن، كما قال القائد الحمام الفول مرشال من أركم الناوي، إذا وجدت مليون فرصة للحرب نحن نقبل فرصة واحدة للسلام. نعم للسلام، أسأل إيه؟ وأسأل إيه للتغيير؟ وأن رفاقكم في جوبا طالبوا بهيكلة الدولة وطالبوا بالعدل والمساواة، طالبوا بالعدالة الانتقالية، طالبوا بحقوق المرأة، حقوق النازحين، حقوق اللاجئين، كل هذه مدمجة في المفاوضات. تأكيد حركة جيش تحرير السودان تمسكها بالسلام ودفعها لمفاوضات جوبا يعزز التفاؤل بقرب تحقيق السلام الشامل وانتهاء معاناة كافة أهل السودان خاصة النازحين واللاجئين بدارفور وانطلاقة مسيرة التنمية والعمران. ياسر آدم حسن، ولاية شمال دارفور، الفاشر. وصفت قيادات سياسية بتنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير بمحلية شندي في ولاية نهر النيل خطاب رئيس مجلس الوزراء الانتقالي عبد الله حمدوك بالواقعي والشفاف، وأكدت بأنه يمثل خارطة طريق للخروج من عمق الأزمات
والتحديات التي تحيط بحكومة الفترة الانتقالية. وأقرت كوا أعلان الحرية والتغيير بشندي بوجود تقاطعات بين مؤسسات حكومة الفترة الانتقالية ومكونات الحرية والتغيير، لكنها أعربت عن أملها وثقتها في إمكانية تجاوزها بمزيد من التجرد والتعاون الوثيق وتصحيح مسار الثورة السودانية من أجل تحقيق أهدافها وإنزال شعاراتها لأرض الواقع. المسألة الرئيسة في خطاب السيد حمدوه كنت أتمنى أنه يتكلم عنها بأكثر شفافية وأكثر وضوح، ما يتعلق بالكروسنج أو التقاطعات مع المكون العسكري فيما يتعلق بمعاش الناس، زي ما ورد في كثير من الوسائط تناقلته الناس بأنه 82% من عائدات أو الدخول وزارة المالية ماشي في الاتجاه الصيد الثاني المهيمن عليه المكون العسكري بمختلفه، جهاز أمن وشرطة ودعم سريع وقوات مسلحة، و 18% هي من الريادات اللي هنا. نحن نتمنى من شركائنا العسكريين يخطوا لنا الكرة واطة، يا أخواننا دي قروشكم، دي شركاتكم، حقتنا نحن، حقت الشعب السوداني، ما حقت العسكر ولا حقت المدنيين. احنا فترة عام انه بنشوف السيد رئيس مجلس الوزراء كان اعطانا خطاب شفاف وخطاب صريح وواضح، واول مرة احنا نشعر بانه هنالك حاكم انه يملكنا الحقائق على الشاشة او على الملأ بالطريقة التي هو اعطانا اياها. السيد رئيس مجلس الوزراء نحن ندعم له وسند ونشد من اجره في كل صغيرة وكبيرة. نعم هناك تقاطعات، وإحنا نعلم جيدا بأن من وراء تلك التقاطعات، ونعلم جيدا من يخطون المتاريس أمام السيد رئيس مجلس الوزراء، ولكن بعون الله نحن سوف نكون بالمرصاد لكل كبيرة وصغيرة. خطاب الرئيس حمدوك واضح وحوى جميع المشاكل التي تود قوى إعلان الحرية والتغيير توضيحها للشعب السوداني، ولكن نحن نناشد من هنا التطبيق الفوري العملي حاجة الملموسة، ونحيي المصطفين في صفوف البنزين وفي الخبز وفي كافة الصفوف، ونحيي أسر الشهداء، والخير آت بإذن الله سبحانه وتعالى. سلام. خطاب الرئيس حمدوك يمكن يكون خطاب ملان وشفاف في نفس الوقت، ويمكن لأول مرة نشوف فيه الجدية وهبش كل المناطق الحساسة حتى الاقتصادية والشباب بالذات، ويمكن المتاريس الكثيرة كانت من لجان المقاومة والحتة دي يمكن خش وناقش فيها، حتى قحط الحرية والتغيير والخلافات الكثيرة. يمكن الحاجة المرتبانة من الخطاب يمكن لأول مرة أشعر بالجدية وأشعر بأنه حمدوك واثق من كل كلمة قالها. في خلط، في دربكه كثيره حاصله، في خلافات داخل الحريه والتغيير، وده شيء ما كويس لانجاح المرحله دي. وبناشدهم من هنا انه يكونوا على خط واحد وعلى غلب يد واحده، انه المرحله دي مرحله صعبه وحساسه شديد ومرحله مفصليه للسودان. من الفتره الانتقاليه اذا نجاحها بيؤدي لقيام دوله مؤسسات دوله مدنيه. انعقد بدار التجمع الاتحادي بالقضارف المؤتمر العام لأمانة الشباب للتجمع بحضور عدد من قيادات الحزب وممثلي الشباب بالمحليات وعدد من ممثلي القوى السياسية بالقضارف. وأكد رئيس المكتب التنفيذي للحزب بالقضارف المحامي رمزي يحيى أن مؤتمر الشباب يأتي في إطار استعدادات الحزب للمرحلة المقبلة لبناء منظومة حزبية قوية وإعادة ترتيب البناء التنظيمي للحزب لاستدامة الممارسة الديمقراطية داخل الهيكل التنظيمي بالحزب، وذلك انطلاقا من القواعد. وكشف عن اكتمال عقد عدد المؤتمرات القطاعية الفئوية التي شملت مؤتمرات القطاع الصحي والمحامين، علاوة على عقد مؤتمر قطاع المعلمين خلال الفترة القادمة. بنقول انه دي المؤتمرات القاعديه للتجمع الاتحادي، سواء كان مؤتمرات قاعديه او فئيه او فئويه او مهنيه او جغرافيه، حتتواصل وصولا للمؤتمر العام. ولولا جائحه كورونا التي اجتاحت البلاد، نسال الله الشفاء منها للسودانيين ولكل الانسانيه، لكان انعقد المؤتمر العام. دي بدايه حقيقيه بنعتقد، وانه يمكن قبل يومين انعقد المؤتمر القاعد الصحي، وبعد ايام سينعقد المؤتمر العام للمعلمين، وبعدها حتكون في مؤتمرات قاعديه ومهنية وصولا للمؤتمر العام.
كشف والي جنوب كردفان في تصريحات صحفية عقب الاجتماع الذي ضم الإدارات الأهلية محل النزاع في محلية كادوغل الكبرى، كشف عن تكوين آلية من الطرفين لمتابعة تنفيذ وثيقة وقف العدائيات والتعايش السلمي المواقع مؤخرا بالخرطوم، مع وضع قوانين صارمة لحسم كافة أشكال التفلتات الأمنية بالمنطقة ومنع تكرار الأحداث، مع الالتزام بالتعويضات وجبر الضرر للمتأثرين بالأحداث. وطالب قيادات الإدارة الأهلية بالتبشير بالوثيقة وإنزالها على القواعد لتحقيق الالتزام بالبنود الخاصة بتهدئة الأوضاع إلى حين الوصول إلى المصالحة الشاملة. اتفقنا على وضع قوانين صارمة للتفلتات الأمنية، وأيضا اتفقنا على أن تنزيل هذا الاتفاق يتم بتكوين وفود تمش إلى القرى والفرقان في خلال الفترة الجاية عشان تنور الناس بالاتفاق ده بدلالاته وبالالتزام به. واتفقنا على أنه ضروري جدا نبدأ بهمة عالية في موضوع التعويضات الخاصة بالمتضررين والالتزامات الولائية والالتزامات المركزية. واتفقنا على تكوين قوة مشتركة للتعامل مع الإنذار المبكر لأي نزاع محتمل تكون بمثابة قرون استشعار حتى أنه تمنع التفلتات قبل ما تحدث. من جانبها جددت قيادات الإدارة الأهلية التزامها بإنزال الوثيقة على أرض الواقع وتعزيز قيم التواصل والتعايش السلمي بالمنطقة. وقال يوسف الحاج ممثل الإدارة الأهلية إنهم ملتزمون بإكمال عملية السلام الاجتماعي. اتفقنا على 21 نقطة توافق عليها كل الأمراء وكل الأعيان على أن تكون هذه هي الوثيقة، هي الحاكم وهي الفيصل بيننا. وكذلك هناك بعض النقاط التي اتفق عليها الناس على أن تنزل في أرض الواقع. نحن مطلوب منا أن ننزل إلى هذه القواعد ونوضح لها ما جاء في الوثيقة، وحتى يلتزم كل فرد من أفراد الجهات المختصة أو الجهات المختلفة كلها بهذه الوثيقة. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 59 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى 3 حالات وفاة و16 حالة تعافي، وذلك حسب التقرير الوبائي للوزارة الصادر اليوم وفقا لنتائج الفحوصات ليوم الخميس 29 من أغسطس. وبذلك يرتفع إجمالي العدد التراكمي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى 12682 حالة متضمنة 815 وفاة، فيما بلغت جملة المتعافين 6482 متعافي. وسجل التقرير الوبائي 16 ولاية لم تسجل إصابات جديدة من جملة 18 ولاية بالبلاد. سير أهالي أمري بمحلية مروي بالولايات الشمالية قافلة دعم ومساندة للمتضررين من السيول والأمطار بمناطق جنتي ومنصور كوتي بمحلية الدبة، ورحب الأهالي بالخطوة مطالبين بالمزيد من قوافل الدعم والمؤازرة. هذا وشهدت الدبة أمطارا وسيولة وخسائر في الممتلكات في كل من وحدتي الدبة والتضامن. أكد والي وسط دارفور أديب عبد الرحمن يوسف حرص الحكومة على تحقيق مبدأ العدالة بين المواطنين وتحقيق الأمن والسلام الاجتماعي بين مكونات الولاية. جاء ذلك خلال زيارته لمحلية جارسيلا للوقوف ميدانيا على أحوال المواطنين وتفقد المشروعات الخدمية والتنموية بالمحلية، خاصة قطاع الطرق والاتصالات. وصلنا احنا بحمد الله لرئاسة المحلية بتاعت وادي صالح جارسيلا، ووقفنا على جزء من الخدمات من ضمنها المشروعات الشبه وهمية اللي هي المشروع بتاعت الكهرباء، ووجدنا انه ما في مسؤولين او ما في جهة مسؤولة عن الكهرباء، ودي يعني خدمة المواطن محتاج لها حوجة أساسية وهو في مسيس حوجة بالنسبة للكهرباء. فللأسف إنه يعني البوابير دي مما جات ما معروف ذات الموضوع فيها شنو، ودي واحدة من المسائل اللي بيشتغل فيها لجنة التمكين. وأولى برامج أنا أقترح في إنه يجوا يتقصوا الحقيقة فيما يخص كهرباء جارسيلا.
من جانبه ثمن الشرطي بشار دور الإدارة الأهلية بمحلية غارسيلا في إخماد نيران الفتن التي تنجم عن بعض الاحتكاكات بل التي تنجم بعض الاحتكاكات، وأكد انسجام الإدارة الأهلية بالمحلية بجميع مكوناتها القبلية، وناشد حكومة الولاية والمركز بتوفير الاحتياجات الضرورية لأهل الولاية والمحلية بصفة خاصة. أخيرا أو السنين الأخيرة كنا فيهم مع المواطنين ومع الأهل، ويمكن لولا الإدارة الأهلية وتكاتفها وتعاونها لما مرقت محلية واضي صالح لبر الأمان، نحن يمكن خضنا عراق مشاكل أحداث كبيرة حصلت في هذه المحلية. على سبيل المثال الأحداث بتاعت غرية دليل العام الماضي، يمكن الشهداء في حدود 13 نفر، لكن لولا تدخل الإدارة الأهلية وحكمتهم وقياستهم لكان الخسار أكبر ولكان عدد الموتى بالعشرات. السودان هذا المساء متواصل معكم، وفيه بعد قليل اتحاد صاغة يحمل طريقة شراء الذهب الحالية مسؤولية المضاربات في المعدن النفيس. أهلا بكم من جديد وإلى هذه الطائفة من أخبار العالم، حيث قال التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وشهود من رويترز أن قوات التحالف انسحبت من قاعدة التاج العسكرية العراقية وسلمتها لقوات الأمن المحلية. قال الجيش الإسرائيلي أن إحدى طائراته المسيرة سقطت داخل لبنان أثناء نشاط عملياتي على الحدود، وقالت جماعة حزب الله إنها من أسقطت الطائرة. شارك آلاف الإسرائيليين في احتجاجات بالقدس ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، منددين بفساده المزعوم وبتعامل الحكومة مع وباء فيروس كورونا، واشتبك بعض المتظاهرين مع الشرطة التي احتجزت 7 أشخاص على الأقل. قالت وزارة الدفاع في روسيا البيضاء يوم الأحد إن الجيش في البلاد سيأخذ على عاتقه مسؤولية حماية النصب التذكارية الوطنية من المتظاهرين، حيث بدأ الناس يتجمعون في العاصمة مينسك للمشاركة في مسيرة المعارضة. في أخبار الاقتصاد، قال الأمين المالي للجنة التمهيدية لاتحاد الصاغة والمعدنين الشيخ جبريل عبدالله جمال إنهم أبلغوا الحكومة وفي اجتماع رسمي قبل 10 أيام بالتزامن مع بداية محفظة الشراء الذهب بأن الطريقة التي يتم بها الشراء عشوائية وستؤدي لمضاربات وزيادات هائلة في أسعار الذهب. كشفت إدارة مكافحة الجرائد الاتحادية عن استخدام جهاز بريد الجرائد الإلكتروني لتتبع وإرسال البيانات عن الجرائد والآفات الزراعية عبر الأقمار الاصطناعية وتشاركها مع الدول ذات الصلة بمكافحة الجرائد. وقال ممثل الوقاية إبراهيم جمعة في ختام ورشة مسح ومكافحة الجرائد بالفاشر إن هناك تقنيات وأساليب مبتكرة تم تمليكها للدارسي. في أخبار الرياضة، عاد المنتخب السوداني لكرة القدم إلى التدريبات بمشاركة 26 لاعبا تحت إشراف الفرنسي هوبرت فيلود المدير الفني للمنتخب. وفي المستهل قدم الجهاز الفني محاضرة تحدث خلالها عن دواعي التجميع والتي تمثلت في عدم قيام بطولة الدوري الممتاز والتي كانت ستكون إعدادا أمثل.
كسب نادي الهلال السوداني الاستئناف الذي دفع به ضد مدربه السابق التونسي إيراد الزعفوري لدى محكمة التحكيم الرياضية كاس. وسابقا حصل المدرب التونسي على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا لصالحه يقضي بأن يدفع له الهلال 90,000 دولار. في ختام السودان هذا المساء، هذا تذكير بأبرز العناوين. لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال تصدر عددا من القرارات. الخارجية الأمريكية تعلن عن زيارة بومبيو للخرطوم هذا الأسبوع لدعم الفترة الانتقالية. الحكومة والجبهة الثورية يفرغان من تنقيح أوراق القضايا السياسية في مسار دارفور. نهاية السودان هذا المساء قدمناه من قناة الشروق، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.